بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل الجزء بتاع المرة اللي فاتت، بس حاجة مهمة قوي وهتفيدكم في مشروع التخرج وفي حاجات كتير قوي، وعشان أقربها ليكم، انتوا دلوقتي لما بتعملوا داون نوت مثلا سي قرآن لمحاضرة لأغنية صوتية، بتلاقيها بكذا نسخة. يعني الموقع يقول لك انت عايز تعمليها داون نوت بسي دي كواليتي ولا ب لو كواليتي ولا بهاي كواليتي مثلا. فالمفروض انت ايه بتختار، انت ايه بتنزل الملف بتاعك، تمام؟ طيب يقصد ايه بالكلام ده؟ نفس الكلام تقريبا ما ينظم في فيديو. الفيديو يقولك عايز تسجل فيديو ب30 فريم بير سكند ولا ب60 فريم بير سكند ولا ب120 فريم بير سكند. طيب انا نفسي تبقوا قدامي واسالكم انتوا بتختاروا اني كواليتي فيهم، وانت بتسجل محاضره اغنيه او قران، فسي دي كواليتي ولا دو كواليتي ولا هاي كواليتي. هنا بتعتمد على السامبلينج وبتشوفه، وفي ناس بتقولك عايز السامبلينج ريت بتاعك قد ايه، او السامبلينج فريكونسي بتاعك قد ايه. واحنا اتفقنا ان السامبلينج فريكونسي بتساوي 1/3 تي. ايه هي السامبلينج انت؟ فهو هنا في السي دي كواليتي راح مقطع، وهو بيحول لديجيتال قطع بتلتا تي صغيرة وخد سامبلز كتيرة، فعشان كده جودة الصوت بتطلع عالية. في اللو كواليتي راح مقطع بتلتا تي كبيرة، وبالتالي خلي بالكم تلتا تي لما تبقى كبيرة يبقى فريكونسي ايه؟ قليلة. السامبلينج فريكونسي قليلة عشان التلتا دي في المقام. في اللو كواليتي قطع بتلتا دي كبيرة، فبالتالي جودة الصوت بتبقى أقل، تمام؟ لكن أنت ساعات بتختار على أساس التخزين، مشكلة التخزين على الكارت بتاعك، تمام؟ فكل ما كان الكواليتي عالية، كل ما كانت عدد السامبلز عالية، كل ما كانت ثانية واحدة البطارية قربت تخلص. كل ما كانت كل ما كان الكواليتي عالية، كل ما عدد السامبلز عالية، كل ما كان التخزين عالي. حتى جربوها، نزلوا بدو كواليتي وبسي تي كواليتي، هتلاقوا الفايل بتاع دو كواليتي قليل والفايل بتاع السي تي كواليتي ايه؟ عالي. طيب فالسؤال هنا بقى او بروبلم عايزين نجاوب عليها دلوقتي، انا عندي سيجنال عايز اختار التلتا تي بتاعها كام. How to choose proper
يعني مناسب تلتا تي. وطبعا لما بنيجي نختار حاجة واحنا مهندسين بنختارها على أساس علمي وعلى أساس هندسي وعلى أساس نظريات. ففي تدخل هنا بقى النظرية اللي عايزين نشرحها وهي مهمة أوي. إيه هي؟ هسيبكم دقيقة أحط الشاحن